مشاهدين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من جولة الصحافة، والتي نصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية والعبرية وبعض العناوين من الصحافة الإلكترونية. ودعونا مشاهدين أيضا نبدأ الآن جولتنا لهذا اليوم باستعراض العناوين التي سنناقشها معكم في هذه الحلقة، وأبدأ من الصحافة الدولية. من صحيفة الجارديان اخترنا عنوانا يتحدث عن أن الربيع العربي لم يكن عبثا، المحاولة القادمة ستكون مختلفة. أما صحيفة اندبندنت فتساءلت أو نقلت عن وزير الصحة البريطاني قوله: السلالة الجديدة لكورونا خارجة عن السيطرة. فيما موقع ميدل إيست مونيتور فعنون هذا اليوم يقول: المغرب يعلن عن استعداده فتح الحدود مع الجزائر. آخر ما لدينا في الصحافة الأجنبية هو من موقع ميدل إيست آي. الموقع كتب هذا اليوم: المبعوث الأمريكي يقول إن مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية معاد للسامية. أما في صحفنا العربية فاخترنا لكم عددا من العناوين من بعض تلك الصحف. نبدأ من صحيفة الأخبار اللبنانية والتي كتبت هذا اليوم: السعودية ليكس، فوائد التطبيع مع إسرائيل. فيما صحيفة الشرق الأوسط فعنونت هذا اليوم تقول: توتر في بغداد بعد استهداف السفارة الأمريكية. ثم سننتقل بعد ذلك وإياكم إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت اليوم: حزب الله يرى تهديدا في الأيام المقبلة، أخطر فترة منذ 30 عاما والجميع قلق. أما آخر ما لدينا في الصحافة المكتوبة فهو من الصحافة العبرية، اخترنا عنوانا من صحيفة معاريف كتبت هذا اليوم: سفير إسرائيلي سابق يحذر بايدن من الوقوع بالفخ الإيراني. آخر ما سنبحثه وإياكم هو من الصحافة الإلكترونية وعدد من المواقع، سنقرأ عناوينها أو بعضا من عناوينها من الجزيرة نت والخليج الجديد، وسنقرأ أيضا في موقع عربي 21 وأبرز العناوين أيضا، وسنختم بها من موقع بي بي سي عربي. لكن الآن دعونا نبحث ونحلل أيضا ونقرأ تفاصيل هذه العناوين من خلال استضافة ضيفنا الصحفي إبراهيم درويش. دكتور، أهلا فيك معنا، وأبدأ من الجارديان التي كتبت: الربيع العربي لم يكن عبثا، المحاولة القادمة ستكون مختلفة. لماذا لم يكن الربيع العربي عبثا بحسب صحيفة الجارديان؟ هذا مقال يعني للكاتبة معلقة سودانية نسرين مالك، تحدثت فيه عن إرث الربيع العربي. نحن نعيش الآن اليوم أو هذه الأيام العدد الأول، الذكرى 10 لانطلاقة الانتفاضة العربية التي بدأت من سيدي أبو زيد في تونس، وجرى الكثير من الحديث عن إرث الربيع العربي. هناك من قال أنه فشل، ونظرة يعني بسيطة إلى ما يجري حولنا من دول عربية التي دمرت وعودة الديكتاتورية وتمترس الدول الأوتوقراطية التي يعني دعمت الثورة المضادة ضد المتظاهرين. لكن نسرين مالك تقول انه هذا يعني، وهذا راي ايضا عام لدى الكثير من المعلقين في اوروبا وفي امريكا، الذين قالوا انه الربيع العربي اعطى دروسا للمتظاهرين ان الثورات القادمه لن تكون مثل التظاهرات الاخرى. يعني نقطه واحده او مهمه وردت في المقال هي إشارة إلى أن المتظاهرين شعروا أنهم يعني بعد إطاحتهم بالأنظمة في تونس ومصر وفي اليمن وفي السودان يعني والجزائر، أخيرا شعروا أن عليهم أن يقوموا بتحمل تبعات الأنظمة السابقة، ولذلك لم يكونوا جاهزين لهذا الأمر، وجاءت الجيوش التي يعني أعادت وتسلمت الحكم في هذه البلاد. النقطة المهمة في التحليلات، وكان هناك تحليل يعني مهم جدا في مجلة فورين أفيرز كتبه مارك لينش، وقال إنه الثورات العربية أو الثورة العربية لم تنتهي، يعني لا تزال في مقعد مستمر، ودليل على هذا هو أن الأنظمة الدكتاتورية التي قامت بالثورة المضادة ضد المتظاهرين
تقوم الآن باعتقال وبإسكات وبسحق أي صوت يحاول أن يقوم ضدها، وهذا يعني أنها خائفة من انطلاقة الثورات الجديدة. والدليل على هذا أنه الظروف التي قادت إلى ثورات 2010 و 2011 لا زالت قائمة وأدت إلى ثورات شاهدناها، يعني مثل الثورات التي حدثت وأسقطت أنظمة مماثلة كما حدث في عام 2011. إذا نظرت إلى لبنان تم إسقاط رئيس الوزراء، وفي العراق وكذلك تنحى رئيس الوزراء، وفي السودان وفي الجزائر كان هناك تناحي أو لطاحة برئيسي دولتين عربيتين، ومعظم يعني حاكموا البلاد في لمدة أكثر من 20 أو 30 عاما في هذه في الحكم. هذا يعني أن الثورة لم تمت، والدليل على ذلك كما أشارت الكاتبة أن الظروف التي قادت إلى هذه الثورة، بالعكس يعني أشارت إلى استطلاع قامت به يوغوب والغارديان أن معظم الذين تحدثت إليهم الذين شاركوا الاستطلاع قالوا أنه ظروفهم لم تتحسن، وهذا يعني أن القوى الكامنة أو الغضب الكامن الذي أدى إلى الثورة الأولى لا زال قائما. دكتور، عندما تعنون الغارديان الشق الآخر من عنوانها حول الربيع العربي بأن المحاولة القادمة ستكون مختلفة، فيما يتعلق بأسباب اختلاف هذه الهبة المرتقبة بحسب الصحيفة لما كان عليه قبل 10 أعوام، هل ذكرت الصحيفة بشكل أو بآخر مسألة تعاطي الثوار بين قوسين مع أي انتفاضة مقبلة أو مع أي ثورة مقبلة؟ يعني هي أشارت إلى أنه يعني طريقة الرد على التغير في الدول العربية أو في أي دولة عربية ستكون بها ثورة مقبلة، وهذا يعني محتمل أنها ستكون مختلفة عما يعني جرى في الماضي. كان هناك في الماضي استخدم الثوار أو المتظاهرين وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك استخدموا التكنولوجيا وعدد من التكنولوجيا الحديثة من أجل الحشد وتجميع أنفسهم. الآن أصبحت هذه تحت سيطرة القوى القمعية التي يعني ردت على التغيير في هذه الدول، فهناك سيكون نوع من التنسيق بين هذه الجماعات، وسيكون هناك أيضا بالتأكيد قيادة، لأن معظم الثورات العربية لن تكون لديها قيادة واضحة، وكان هناك الكثير من المتظاهرين والكثير من القوى ولكن بدون أن يكون هناك قيادة واحدة. يعني الشيء الوحيد الذي يعني ينظر إليه على أنه قصة نجاح، ولكنها قصة نجاح لا تزالت يعني لا تزال نسبية، هي تونس التي نجحت لكنها لم تخلو من يعني خلافات والتظاهرات المستمرة في تونس بين السياسيين مستمرة، الحكومة هناك يعني الحكومة غير قادرة على تحقيق أي شيء من آمال الثورة التي تطلع عليها، وكان الهدف الوحيد هو الحرية كرامة وعدالة اجتماعية، هذه لم تتحقق في أي بلد من البلدان التي شهدت انتفاضات ربيع عربي. بمعنى أنه بشكل أو بآخر فإن الثوار قد تعلموا ربما الدرس مما جرى قبل 10 أعوام. أنتقل معك دكتور إلى صحيفة إنديبندنت، والصحيفة عنونت هذا اليوم تقول نقلا عفوا عن وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة لكورونا خارجة عن السيطرة. هل قدمت إنديبندنت توصيفا للوضع في بريطانيا بعد هذا الإعلان الرسمي من وزير الصحة؟ بالضبط، يعني صحيفة إنديبندنت واحدة من الصحف التي تحدثت عن الصدمة التي تعيشها بريطانيا الآن، بريطانيا في حالة حصار في أزمة، خاصة بعد حديث الحكومة البريطانية عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، وقالت أن هذه السلالة خطيرة، وكانت وراء القرار المفاجئ الذي اتخذه، وكان موضع نقد شديد من البريطانيين، رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي قال على البريطانيين أن يبكوا في بيوتهم وأن لا يحتفلوا، رغم أنه ظل يقول لهم طوال الأسابيع الماضية أن إلغاء أعياد الميلاد هذا يعتبر قرار غير إنساني، لكنه في اللحظة الأخيرة بعدما حضروا أنفسهم الاحتفالات لأعياد الميلاد هذا الأسبوع قرر وقال لهم أنكم يعني أو وضع حوالي 16 مليون أو 17 مليون بريطاني تحت يعني حالة شبه إغلاق. مات هانكوك هو نفسه الذي يعني أشرت إليه يتعرض الآن لضغوط الاستقالة، لأنه حمل الكثير من البريطاني حملوه مسؤولية وضع يعني معظم بريطانيا إنجلترا تحت فئة رابعة أو تير فور، وكان يتحدث عن السلالة الجديدة، قال أن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة، رغم أن هذه التصريحات يعني متناقضة، يعني الصحيفة تشير إلى
تصريحاته إلى سكاي نيوز، ثم عاد وتحدث مع أندرو مار في برنامج البي بي سي وقالت على تصريحات أخرى، لكن يعني هذا لا يخفي حالة الأزمة التي تعيشها بريطانيا. فرنسا قررت أن تغلق الحدود، الدول الأوروبية كلها قالت أن أي مسافر من بريطانيا لن يتم استقباله، ويعني عملية بريطانيا عمليا في أعياد الميلاد في حالة إغلاق عن العالم الخارجي وعزل عن العالم الخارجي، ولا يستطيع السكان التحرك من أي من مكان إلى آخر، خاصة الذين يعيشون في مناطق الفئة الرابعة. وهناك محاولات كثيرة من الذين يريدون أن يعني يجتمعوا مع أهلهم في أحياء في الأعياد للسفر قبل يعني بدء يعني القيود الشديدة على التحرك في بريطانيا، خاصة وأن عدد من الدول كذلك أوقفت الرحلات منها وإلى بريطانيا أو العكس. لكن هل هنالك من تبعات يعني أقول داخلية في بريطانيا إثر حديث وزير الصحة حول مسألة أن السلالة الجديدة أصبحت خارج السيطرة، ربما هذه النقطة الأخطر؟ نعم، يعني هو يتحدث عن يقول أنه السلالة الجديدة لديها نسبة 70% إصابة وتسبب بإصابات كثيرة، لكن هناك غضب داخل حزب المحافظين الحاكم من القرارات المفاجئة لرئيس الوزراء ووزير الصحة الذي قلت أنه يعني أصبح مصدر غضب للكثير من البريطانيين، رغم تحذيرات المسؤولين الصحيين الذين قالوا للحكومة أن عليكم الـ يعني الحذر وعدم إعطاء ضمانات للمواطنين بأن الاحتفالات ستتم. المشكلة الآن كما قال هانكوك أنه الكثير من المناطق البريطانية ستظل تحت الإغلاق في حال لمدة أشهر، يعني ليست لمدة أيام أو أسابيع تحدث عنها المسؤولون البريطانيون، ولكنها ستكون تحت الإغلاق لمدة أشهر. وهناك حديث عن إغلاق المدارس، يعني المدارس الآن قالت أنها ستعود بطريقة مرحلية إلى العمل، وطلبت من الطلاب أن يعودوا يعني على دفعات، لكن هذه التصريحات الأخيرة تشير إلى أن المدارس حتى يعني خيار عودة المدارس في بداية العام الجديد أصبح محلاً يعني للشك. المشكلة الآن الحكومة هي كانت أول حكومة في العالم تقوم بتوفير التطعيم أو اللقاح للمواطنين، لكن لم يتم الآن توفيره على مستوى كبير، وهي تأمل أنها تستطيع حتى في الربيع المقبل أو حتى في الصيف أنها تطعم كعدد كبير من المواطنين، لكن هي طريق طويل أمام احتواء هذا الفيروس، خاصة أنهم بدأوا يتحدثون عن سلالة جديدة، وهذه السلالة الجديدة قد تكون يعني أشرس من السلالة الأولى التي تكون قد تكيفت مع الأوضاع النجاة والانقطاع. نعم، أتحول إلى موقع ميدل إيست مونيتور، والموقع عنونة في هذا اليوم وكتب: المغرب يعلن عن استعداده فتح الحدود مع الجزائر. هذه الدعوات من سعد العثماني هل تقنع الجزائر؟ يعني بالتأكيد أنها لن تقنع الجزائر، لأنه الجزائر يعني معنية بقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالمغربية وسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتعرف أن الجزائر وموريتانيا وجنوب أفريقيا هم دول هي دول معروفة بدعمها لجبهة البروسيالية وتحقيق تقرير المصير لمنطقة الصحراء الغربية، الذي تقول الأمم المتحدة أنه يجب أن يجري استفتاء من أجل تحقيق المصير. الآن سعد العثماني يقول أنه يريد أن يفتح الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ عام 1994، وقال أن هذه ليست لها علاقة بالتوترات أو بالتطورات الجديدة الناجمة عن اعتراف الرئيس الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. إلى آخر ما لدينا الآن في الصحافة البريطانية وهو من موقع ميدل إيست آي، الموقع عنونه هذا اليوم وكتب: المبعوث الأمريكي يقول إن مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية معاد للسامية. ما الجديد في هذه التصريحات؟ لا يوجد جديد، إنما هو محاولة يعني لفتح الموضوع وتأكيد الموقف الأمريكي الداعم لشرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي جاءت بناء على طلب أو رد على أسئلة من الصحيفة من الموقع البريطاني حول هذه القضية، وقال إنه الذين يعادون والذين يعني قاطعون المنتجات القادمة من المستوطنة الإسرائيلية
هم يقاطعون، هم معادون الإسلامية، وهذا طبعا توقيع على كلام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي اعتبر أن حركة المقاطعة أو العدالة الفلسطيني هي حركة معادية للإسلامية، لأنها حركة يعني تقوم باستهداف اليهود باعتبارهم يهود. ولكنهم أيضا أشار المسؤول الأمريكي، قال إنه حركة لإسرائيل هي حركة تستهدف إسرائيل فقط، فلماذا لا تستهدف الدول الأخرى المتعلقة التي تقوم بانتهاك حقوق الإنسان وغير ذلك من الممارسات غير الإنسانية؟ الفلسطيني ردوا أنه قالوا أن هذا عبارة عن حديث يعني لا أساس له، لأننا نحن معنيين هنا بممارسات إسرائيل ومحاولة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. حركة المقاطعة ضد إسرائيل هي حركة تدافع عن الحقوق الفلسطينية وحقوق حقوقه بتقرير مصيره. نعم. لكن دكتور، هل ذكر الموقع إذا ما كانت هنالك أي تبعات بشأن استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات، وهي التي أصلا أصبحت مجرمة دوليا بناء على قرار دولي في السنة الأخيرة؟ هو يعني لا يتحدث عن أي تبعات إسرائيل، ما دامت إدارة ترامب موجودة إسرائيل واصلت بناء المستوطنات. وتعرف أنه الآن إسرائيل قبل حتى بعد انتخاب جوزيف بايدن قررت أن تبني وحدات استيطانية في القدس وفي الضفة الغربية، فهي ليست معنية بأن يعني هي ليست يعني معنية أو خائفة من أي تبعات. الآن إدارة جوزيف بايدن هي ستكون أمام امتحان، ولكنها كما قلنا أكثر من مرة من هذا في هذا الموقع أنه جوزيف بايدن يعتبر موالي لإسرائيل، ولا يهمه أو ليس في مصلحته في بداية فترته الرئاسية أن يقوم بافتعال حرب مع إسرائيل، مما يعني أنه إسرائيل ستواصل الاستيطان. الشيء يعني الوحيد الذي قد تقوم بإدارة بايدن هو اعتبار العملية الضم أول يعني وقف عملية الضم، لكن عملية التوسع الاستيطاني ستتواصل بدون أي خوف أو تبعات من الإدارة الأمريكية. شكرا جزيلا لك الصحفي الدكتور إبراهيم درويش، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر سكايب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. والآن نتوقف وإياكم مع هذه الجولة في الأخبار الدولية. كيف اخترق الهاكر الروسي الحكومة الأمريكية؟ صفقات ترامب لن تجلب السلام للشرق الأوسط. اتهمت الحكومة الأمريكية قراصنة تابعين للحكومة الروسية باختراق العديد من الوكالات الحكومية الفيدرالية في عملية تعد أكبر اختراق للأنظمة منذ إدارة باراك أوباما، أو ربما الأكبر على الإطلاق. وقال موقع فوكس في تقرير له إن البرامج الخبيثة التي تم إدخالها في برامج الجهات الخارجية قد منحت المتسللين الوصول إلى أنظمة حكومية مختلفة لعدة أشهر ولم يتم اكتشافها حتى الأسبوع الماضي. حتى الآن أكدت وزارة التجارة أنه تم اختراقها، وكذا تضررت وزارتي الخزنة والخارجية ووزارة الأمن الداخلي. نشرت صحيفة أوبزيرفر مقالا لسايمون سيدال أكدت فيه على أن فورة صفقات المراوغة التي أعلن عنها الرئيس ترامب لن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط، وقالت إن صفقات السلام التي ترسخ الظلم وتعاقب الضعيف والمدفوعة بالجشع لا تدوم. أضاف: شهد الشرق الأوسط سلسلة من هذه الصفقات المراوغة وكلها تتعلق بإسرائيل، ورقعها البيت الأبيض على عجل. ويرى الكاتب أن منظور السلام مرحب به ولكن ليس بأي ثمن، موضحا المفاوضات التي أجرها ترامب بالنيابة عن إسرائيل كانت سخرية قاسية من الحقوق الفلسطينية.
الآن سنقرأ وإياكم مشاهدينا العناوين في الصحافة الإلكترونية، وسنبدأ من موقع الجزيرة نت وأبرز ما جاء في الموقع من عناوين في هذا اليوم. وبالطبع التركيز من الصحافة المكتوبة وحتى الإلكترونية كان حول السلالة الجديدة التي أعلنت عنها بريطانيا وكذلك بعض الدول الأخرى مثل هولندا ومن قبلها جنوب أفريقيا، لكن التركيز كان على بريطانيا كون حديث وزير الصحة كان يشير إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد خرجت عن السيطرة. وهنا الموقع كذلك يركز على هذا الموضوع ويكتب: السلالة الجديدة تربك بريطانيا وأوروبا، تقيم لقاح فايزر أو تقيم عفوا لقاح فايزر، وبايدن يتلقى التطعيم. وأيضا استمرارا للعناوين الفرعية في إطار هذا العنوان الكبير: دهن الخنزير يقلق المسلمين من لقاحات كورونا، ومنظمة الصحة تؤكد ظهور سلالة جديدة من الفيروس بعدة دول وإقرار بخروجها عن السيطرة في بريطانيا. وعالم الفيروسات الجزائري حكيم جاب الله للجزيرة نت يقول: العالم أضاع فرصتين لكبح كورونا، والحياة الطبيعية قد لا تعود قبل العام 2023. أيضا من ضمن العناوين الموجودة على موقع الجزيرة نت: القرصنة الإلكترونية، ترامب يبرئ روسيا وبايدن يتوعدها. هذا كله ضمن الجزيرة نت التي كتبت أيضا: سلالة كورونا الجديدة، لماذا أصابت العالم بالهلع، وهل اللقاحات فعالة معها؟ وربما مسألة اللقاح هي الأكثر تداولا وتساؤلا حول فعاليتها في الأيام الأخيرة في ظل تحوير هذا الفيروس. ننتقل من موقع الجزيرة نت إلى موقع الخليج الجديد، والموقع عنوان هذا اليوم: اجتماع سري، اتفاق مبدئي بين بن زايد وبن سلمان بشأن المصالحة الخليجية. من العناوين أيضا الموجودة على الخليج الجديد أيضا تقرير يقول: ترامب بحث فرض الأحكام العرفية لإلغاء نتيجة الانتخابات الأمريكية. أيضا كتب الخليج الجديد هذا اليوم: ما خفي أعظم، نقلا عن أحد البرامج في الجزيرة، كيف اخترقت الإمارات هواتف 36 صحفيا بالجزيرة والعربي. والتحقيق الذي بثته قناة الجزيرة عبر برنامجها ما خفي أعظم: مستقبل التطبيع العربي الإسرائيلي في عهد بايدن، يضعه الموقع ضمن الترجمات فيه. أيضا من ضمن العناوين: سلالة كورونا الجديدة، السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية للمسافرين. طبعا كان ذلك لمدة أسبوع أو نحو أسبوع، ومن ثم سيتم تقييم الوضع في السعودية. وهنالك الكثير من الدول مثل بلجيكا، هولندا، تركيا، وإسبانيا، فرنسا، أيضا ألمانيا أعلنت ذلك، تعليق الرحلات من وإلى بريطانيا إلى حين تقييم الوضع. ونقلا عن المونيتور، الموقع يضع هذا العنوان: التسوية الخليجية لن تنهي الأزمة الاقتصادية لدول مجلس التعاون. وأيضا في العناوين ضمن موقع الخليج الجديد: اجتماع سري، قرأنا هذا العنوان قبل قليل، ومتعلق بأن اتفاق مبدئي بين بن زايد ومن سلمان بشأن المصالحة الخليجية. وننتقل أيضا من الخليج الجديد إلى موقع عربي 21، الموقع في عناوينه الرئيسية كتب: رسالة تركية لبايدن، هل يمكن إصلاح العلاقات بين البلدين؟ خاصة أن هنالك حديث عن أن بايدن لديه توجه بين قوسين معاد باتجاه تركيا، قد لا تكون الأمور مشابهة لما كانت عليه في العلاقة ما بين أردوغان وما بين دونالد ترامب. صحيفة وهي صحيفة تركية كتبت: مضامين مخطط روسي مستقبلي بإقليم قرباغ. أيضا ضمن العناوين الموجودة على موقع عربي 21، مجتهد وهو أحد المغردين المعروفين على موقع التويتر يكتب: نقل معتقل من آل سعود إلى المستشفى بمرض غامض. في عربي 21 أيضا: تفاهمات أولية بين نتنياهو وغانتس وحل الكنيست وارد. ومصر تضيف مادة جديدة تجيز حبس الصحفيين،
ورفض حقوقي باتجاه هذه الخطوة. تحقيق للجزيرة حول برامج تجسس إسرائيلية على نشطاء وصحفيين. يكتب الموقع أيضا: كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة، هل اللقاح فعال؟ كما أسلفنا قبل قليل في حديثنا أن المسألة اليوم متركزة، إذا ما كان لقاح، بغض النظر لقاح أي شركة، إذا ما كان فعال فعلا مع فيروس كورونا أم لا؟ هذا السؤال الكبير اليوم. أنباء عن اعتقال وزير البيئة التونسي المقال مصطفى العروي. أيضا في موقع عربي 21 أبو تريكة يقول: صلاح أخبرني بهذا وأفضل رحيله عن ليفربول. ننتقل من موقع عربي 21 إلى موقع البي بي سي عربي. الموقع في عناوينه أيضا يركز في عنوانه الرئيسي على مسألة تعليق السفر من قبل عدد من الدول بشأن الحديث عن سلالة جديدة من فيروس كورونا. السعودية تعلق السفر الدولي منها وإليها لمدة أسبوع، وبريطانيا في عزلة خوفا من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، كما أعلن بالأمس وزير الصحة هناك، والذي قال بأن السلالة الجديدة قد خرجت عن السيطرة. بريطانيا بالمناسبة منذ نحو أسبوعين إلى 3 أسابيع كانت أصلا قد عادت من عزل تام، والآن تعود إليه مرة أخرى بفعل تحوير هذا الفيروس لنفسه. أيضا من ضمن العناوين الموجودة في موقع بي بي سي عربي: لماذا فقد الموسيقار بيتهوفن سمعه؟ وشهادات أيضا لناجين من قصف عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي، وبريطانيا في عزلة خوفا من السلالة الجديدة من فيروس كورونا. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر من العناوين في الصحافة الإلكترونية، ونتوقف وإياكم عند فاصل قصير ثم نعود. من جديد مشاهدينا نرحب بكم ما بعد هذا الفاصل، والآن معكم في فقرة كاتب ومقال. والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم كان تحت عنوان: ذكرى الانتفاضة العربية ومسؤولية الإخوان. وكاتب هذا المقال هو الدكتور عزام سلطان التميمي، الذي ينضم إلينا الآن لمعرفة التفاصيل التي وردت تحت هذا العنوان، وهو الذي يصحبنا عبر سكايب. دكتور عزام، أهلا وسهلا بك معنا بداية. حياك الله يحيى، أهلا بك. أهلا بك. تطرقتم في مقالكم بداية إلى فكرة أن انتقاد جماعة الإخوان المسلمين وكأنه أصبح لازم عند بعض الباحثين والكتاب، حتى وإن كانوا لا يتحدثون بشيء يتعلق بالجماعة أو ما فعلته في السنوات الماضية. باعتقادكم دكتور، لماذا هذه اللازمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء لابد أن أؤكد أنني لست ضد انتقاد الإخوان ولا أي جماعة أخرى، فالبشر يجتهدون فيصيبون ويخطئون، ومن حين لآخر يمكن أن يصابوا بحالة من الوهن أو من الضعف. ولكن القضية التي أثارتني هنا، وأنا كتبت هذا المقال كرد على مقال نشر في ميدل إيست آي باللغة الإنجليزية ثم ترجم إلى العربية ونشر في موقع عربي 21 لأحد الأساتذة المعتبرين الدكتور خليل العناني، وله مقامه واحترامه، لكن هي ظاهرة حقيقة أعم منه. والظاهرة هي أنه كل من أراد أن يتكلم عما حصل في الربيع العربي وما آلت إليه الأوضاع لابد أن يذكر أو يكتب فقرة فيها نوع من تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عما حصل، وكأنهم بذلك يريدون أن يقولوا إنه لولا أخطاء الإخوان لما حصل الانقلاب. وأنا في نظري هذا خطأ فاحش وظلم كبير، لأن الانقلاب لا علاقة له بأي شيء فعله الإخوان أو لم يفعلوه، وقد ثبت لدينا بالدليل القاطع منذ البداية وتكرس ذلك مع الزمن يوما بعد يوم
أن الذين انقلبوا على التحول الديمقراطي كانوا يعدون العدة منذ البداية بعد أن كادت الأمور أن تخرج من بين أيديهم، لأنهم كانوا يخشون أن تتكرس العملية الديمقراطية وأن يفضي التحول الديمقراطي في مصر إلى ما يشبه العدوى التي تنتشر في المنطقة بأسرها. وهذا حدث فعلا عندما انطلقت الثورة ابتداء في تونس وانتشرت إلى غيرها، وخشوا أن تدق نسائم الربيع العربي على أبوابهم أنفسهم، فمولوا الانقلاب وتآمروا على التحول الديمقراطي. طيب أنتم دكتور خلال المقال أيضا طرحتم سؤالا استنكاريا وقلتم كيف يمكن للمرء وخاصة إن كان باحثا في علوم السياسة أن يثبت أن الإخوان فشلوا في الحكم؟ لكن لنطرح سؤالا استفهاميا هنا، كيف نثبت أنهم نجحوا أيضا؟ أيوة، هو مثل القاعدة الشرعية التي تقول البينة على من ادعى. تعالوا، من يقول بأن أخطاء الإخوان هي التي أدت إلى الانقلاب كما يفهم من مقال خليل العناني، فيبين لنا لماذا، كيف، ما هي الأخطاء التي أدت إلى الانقلاب. يعني نحن لابد أن يثبت المدعي وليس المنكر الذي يثبت. التطورات التي حدثت منذ انتخاب الدكتور محمد مرسي رحمة الله عليه وحتى يوم الانقلاب تشير إلى أنه هو ومن معه كانوا يبذلون كل الجهود الممكنة ضمن ما هو متاح، وبالرغم من كل العقبات التي كانت ترمى في طريقهم لكي يحلوا المشاكل الموجودة، وهي مشاكل ضخمة ومشاكل موجودة منذ وقت طويل. ثم يأتي من يقول إن الإخوان لم يحسنوا إدارة شؤون الحياة السياسية أو شؤون الناس في مصر. طيب بربكم، هل كان نظام مبارك يحسن إدارة شؤون البلاد؟ هل اليوم نظام السيسي يحسن إدارة شؤون البلاد؟ أم أنه أيام مبارك وأسوأ الآن أيام السيسي البلاد تتعرض لتدمير ونهب وحالة من التردي يشيب لها شعر الوليد؟ طيب هذا التعامل مع حكم جماعة الإخوان إن جاز توصيفه طبعا في مصر وإسقاط التجربة الديمقراطية هناك، تعتقد دكتور ونحن على بعد 10 أعوام على الربيع العربي أو الانتفاضة العربية كما تفضلت بتسميتها في عنوان المقال، إلى أي مدى ساهم أيضا بإسقاط الثورات أو الانتفاضات الأخرى في الدول العربية؟ طبعا مصر هي الدولة العربية الأهم، ولذلك التحول الديمقراطي في مصر كانت آثاره مختلفة أو كانت آثاره ستكون مختلفة عن أي تحول ديمقراطي في أي مكان آخر، ولذلك استهدفوا مصر بشكل رئيسي وإن لم يوفروا الأماكن الأخرى. نحن نرى الآن التآمر على تونس، ونرى المصائب الحاصلة في اليمن وفي ليبيا وفي العراق، ولكن مصر عندما توقف فيها عملية التحول الديمقراطي هذا كما ثبت خلال السنوات العشر الماضية ستكون له تداعيات مهلكة وكبيرة الشأن. انظر إلى ما يحدث الآن من حرب على العمل الإسلامي في كل مكان، كل نشاط إسلامي الآن حتى مجرد وجود مسجد تقام فيه الصلاة أصبح يربط بالإرهاب ويشن عليه أصحاب ما يسمى بالثورة المضادة حربا شعواء، سواء كان هذا في بريطانيا أو في أمريكا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في أي مكان في العالم. بمعنى آخر، عندما كسروا شوكة التحول الديمقراطي والحركة الإسلامية في مصر استأسدوا على كل مظاهر العمل الإسلامي والمطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في كل الأماكن الأخرى. فلا شك أن الانقلاب الذي حصل في مصر كان بمثابة كسر العمود الفقري لعملية التحول الديمقراطي. طيب دكتور، الثورات العربية أين هي اليوم بعد 10 أعوام على انطلاقتها، وهل تتوقع أن تكون هبات مماثلة في ربما الأشهر ربما السنين المقبلة؟ أنا أؤمن بأن الثورات لا يمكن أن يعد لها أو يوقت لها، إنه تعالوا يا جماعة بكرة بدنا نعلن ثورة أو بدنا نعمل ثورة،
هذه الثورات هي عبارة عن انتفاضات شعبية تلقائية كما حدث في عام في أواخر 2010 وأوائل 2011، وكما حدث في الانتفاضة الفلسطينية الأولى. ربما الانتفاضة الفلسطينية الثانية تختلف قليلا، لكن الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1987 87 نعم كانت فعلا عفوية بكل ما تعني هذه الكلمة. لكن الذي يحدث أنه إلى أن تتهيأ الظروف التي تدفع بالجماهير نحو الانتفاض، لابد أن يستمر المدافعون عن حقوق الناس وعن كرامة البشر في جهودهم التي توعي الجماهير والتي تنتقد الانحرافات وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يعني في نخبة من الناس لابد أن يستمروا في جهودهم، وهذا حاصل، هذا واقع. لكن متى تتهيأ الظروف لجولة ثانية؟ الله أعلم. نحن شهدنا بواكير ذلك في الجزائر، في العراق، في السودان. طبعا في السودان تمكنوا من احتوائها والقضاء عليها والإتيان بنظام مطبع عميل للكيان الصهيوني. الجزائر طبعا بسبب الكورونا، والعراق بسبب تعقيدات كثيرة ومنها الكورونا. لم تنتهي هذه الثورات أو هذه الحركات، ولكنها لم تصل إلى ذروتها. لكن سيأتي اليوم الذي تتفجر فيه الانتفاضة من جديد. وربما الارتدادات الكبيرة دكتور عزام لهذه الثورات كانت لأنها عفوية أو مفاجئة بشكل آخر. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور عزام سلطان التميمي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لك دكتور. دعونا الآن نتوقف وإياكم مشاهدينا عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ونعود. في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ: الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم مع إجراءات الحجر المنزلي. الأسطورة بولي يبعث برسالة مؤثرة إلى ميسي بعد معادلة رقمه. تزايدت عمليات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت حول العالم مع استمرار إغلاق المدارس وبقائهم فترات أطول في المنازل أمام شاشات الكمبيوتر. وأشرع تجار جنس في التواصل مع الأطفال في الكثير من الدول النامية مثل الفلبين وإندونيسيا عبر منصات ألعاب وتواصل اجتماعي وشبكة المظلمة. وطلقت الشرطة الفيدرالية في أستراليا أكثر من 21 ألف بلاغ عن انتهاك جنسي طال أطفالا، وذلك خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أي أكثر بواقع 7000 مرة من السنة الماضية. لم يفوت الأسطورة بولي فرصة معادلة ميسي رقمه التاريخي دون الإشادة به، ووجه بولي رسالة عاطفية عبر حسابه في إنستغرام وضع فيها صورتين، إحداها لميسي والثانية له، وتتشابه الصورتان بطريقة الاحتفال بالهدف، وأرفقهما بالقول: عندما يفيض قلبك بالحب من الصعب تغيير طريقك، أنا مثلك، أعرف ما هو شعورك عندما ترتدي نفس القميص كل يوم، مثلك تماما، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي تشعر فيه بأنك في المنزل، تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل. مشاهدينا من جديد، الآن ننتقل وإياكم إلى الصحافة العربية، ولكن دعوني أرحب الآن بضيفنا هنا في الاستديو الصحفي محمد بشوش. أهلا بك. أهلا أستاذ محمد. وأبدأ من صحيفة الأخبار اللبنانية، والصحيفة كتبت هذا اليوم: السعودية ليكس فوائد التطبيع مع إسرائيل. هل هنالك من فوائد للتطبيع؟ نعم، الخبر يتحدث عن تقرير استخباراتي وصل أو تم عمله وإعطاه للقيادة في السعودية، يتحدث عن هل هناك فوائد. ملخص ربما الخبر هو أنه صعوبة أن تسلك السعودية سلوك مثلا الدول التي طبعت كالإمارات نظرا لمكانتها الدينية، لكن يجب أن تهيئ نفسها في المرحلة القادمة. الفوائد لخصت في أنه يمكن أن تستفيد السعودية بطريقة أو بأخرى من اللوبي الإسرائيلي في أمريكا لتخفيف الضغط عنها في الأزمات، وهي إشارة إلى الضغوط التي عانتها في فترة بعد اغتيال خاشقجي. كذلك يمكن أن حسب التقرير بأن يمكن تستفيد علميا من الأبحاث، كما يمكن لها
أن تستفيد كذلك من الجو الإقليمي الجديد، باعتبار حسب التقرير أو حسب التقرير الاستخباراتي أن إيران وتركيا تهديدا جديدا في المنطقة، وبالتالي قد ينفع الكيان الصهيوني السعودية في التصدي له. هنالك محاولة على ما يبدو لإظهار الأمر على أنه وردي بالنسبة للمملكة العربية السعودية. طبعا، وإظهار بأنه أصلا التقرير يقول بأنه التطبيع أو العلاقات مع الكيان تقريبا هي لم تنقطع مع الخليج، وإنما كانت في السر، بدأ إظهارها للعلن. ربما خلاصة التقرير الأساسية بأن على السعودية أن تتهيأ للاستفادة من هذا الظرف، يمكن أن يعني تحترس نظرا لمكانتها الدينية بين قوسين، لكن يجب أن تستفيد منه عوض أن تجابهه بموقف آخر. طيب، من صحيفة الأخبار اللبنانية نتحول إلى صحيفة أخرى وعنوان أيضا جديد، ألا وهي صحيفة الشرق الأوسط التي نقلت توتر في بغداد بعد استهداف السفارة الأمريكية. ما هي التطورات الميدانية؟ التطورات هي تطورات يعني أمنية وكذلك تطورات شعبية واقتصادية، بعد يعني بالاقتران مع ذكرى اغتيال سليماني تم الهجوم على السفارة الأمريكية بثلاث صواريخ حسب التقرير، وكانت الاستهداف بحسب ما تقول القوات العسكرية أو قوات الجيش العراقي بأنها من جماعات خارجة عن القانون. يبدو أن هذا التوتر يدخل في السياق ربما الحديث عن انتقام إيران أو انتقام كذلك الميليشيات التابعة لها لاغتيال سليماني وكذلك حتى لاغتيال العالم الإيراني. يضاف هذا التوتر الأمني إلى حالة الامتعاض الشعبي نظرا للإجراءات الاقتصادية القاسية التي قامت بها الحكومة العراقية من خفض قيمة العملة قيمة الدينار العراقي، بحيث أنه تقريبا 20% من الرواتب أو تم خسارة 20% من قيمة الرواتب، وبالتالي هناك حالة غضب شعبي ضد الحكومة، بالإضافة إلى ربما لومها بأنه إنفاقها الكبير على الجانب العسكري لم يحقق حتى الأهداف بدليل هذا الهجوم على السفارة الأمريكية. وكانت في مناقشة في العراق بالأمس في موضوع الميزانية، طبعا عجز يصل إلى 21 أو أكثر حتى فاصل 3 مليار دولار تقريبا. طبعا هو النقاش كان في نقطتين، لأنه كان هناك حديث على أن الخيار كان خاطئ، هناك اقتصاديين قالوا أنه كان يمكن للحكومة أن تلجأ إلى رفع السعر المرجعي للبرميل في الميزانية أعتقد من 40 إلى 57 عوض اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة، لأنه كان قالوا بأنه تقريبا الفوائد العوائد المالية كانت تكون نفسها وتجنب انخفاض القدرة الشرائية. وهذا الخفض هو أكبر نسبة خفض تقوم بها طبعاً الحكومة العراقية منذ العام 2003 منذ الاحتلال. 20% ليس أمرا بسيطا. بالضبط. نترك صحيفة الشرق الأوسط ونتحول إلى عنوان جديد أيضا معنا من صحيفة القبس الكويتية التي كتبت: حزب الله يرى تهديدا في الأيام المقبلة، أخطر فترة منذ 30 عاما والجميع قلق. ما سر هذا القلق؟ طبعا أخطر فترة تتحدث عن لبنان، تتحدث عن حزب الله، عن علاقته بإيران، أكيد أن ترامب موجود في الحكاية. حزب الله يعني يترقب هذه الأيام التي بقيت من ولاية ترامب، ويتوقع أن تكون هناك مفاجآت أمنية، بحيث أنه تقريبا لفترة الشهر الأخير هذا هناك تحليق تقريبا يومي للطيران الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، وهناك مخاوف من أن تكون قيادات حزب الله هي أحد الأهداف الجديدة التي تدخل في إطار التنسيق بين ترامب والكيان الصهيوني، وبالتالي هناك يعني حالة يعني ترقب شديد وحالة تشديد أمني يقوم بحزب الله على الجنوب، بحيث أنه تم في هناك يعني تعزيزات أمنية، هناك حماية أكبر للقادة على رأسهم حسن نصر الله، والكل متخوف من أن تكون قيادات حزب الله هي هدف عن طريق اغتيالات شبيهة باغتيال العالم الإيراني، وبالتالي هذا يؤثر على الجو العام الموجود في جنوب لبنان. طيب، أما الجو العام الموجود بشأن فيروس كورونا فالحديث دائما عن سلالة جديدة أعلنت عنها بريطانيا بأنها خارجة عن السيطرة، وآخر المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس في هذا التقرير. وثائق تؤكد مسارعة الصين لإخفاء أمر كورونا بعد تفشيه،
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول ما قالت إنها آلاف التقارير الداخلية والتوجيهات المسربة من الحزب الشيوعي الصيني التي تظهر كيفية إدارته لمحتوى الإنترنت خلال الأسابيع الأولى من ظهور كورونا. وأظهرت تلك الوثائق حالة من الذعر وفقدان السيطرة أصابت مراقبي الإنترنت التابعين للحكومة بعد انتشار خبر وفاة الطبيب لي وين ليانغ الذي كان أول من حذر من تفشي الفيروس القاتل. وتشير الوثائق إلى أن المراقبين أمروا المواقع الأخبارية ومنصات التواصل بإزالة اسمه تدريجيا من قوائم الموضوعات الشائعة. كورونا يرفع الطلب على حليب الحمير في ألبانيا. تنسب مزايا مناعية عدة لحليب الحمير في ألبانيا، ما يزيد الطلب على هذه المنتجات في خضم الأزمة الصحية ويشكل فرصة لتحسين ظروف عيش هذه الحيوانات. ويقول إيلتان كيكيا الذي ترك قبل سنتين عمله في الصحافة ليتفرغ لهذه المزرعة إن الطلب على حليب الأتان شهد ارتفاعا شديدا في ظل ازدياد الإصابات بكورونا، ويلقى حليب الحمير إقبالا كبيرا رغم سعره المرتفع البالغ 60 دولارا للتر الواحد. ويعتقد أن هذا الحليب يحمي من الإصابة بكوفيد 19 لكونه فقط غني بالفيتامينات وبمغذيات تقوي المناعة. الآن إلى آخر ما لدينا من عناوين وتحديدا من الصحافة العبرية، ما اخترناه كان من صحيفة معاريف التي عنونت هذا اليوم: سفير إسرائيلي سابق يحذر بايدن من الوقوع بالفخ الإيراني. ما سر هذه التحذيرات؟ في الفترة الأخيرة كثرت هذه التقارير، سواء تصريحات لدبلوماسيين سابقين أو يعني من شغلوا مناصب أمنية في إسرائيل، منهم هذه المرة سفير إسرائيل في أو الكيان الصهيوني في أمريكا سابقا يتحدث عن الفخ الإيراني لبايدن، بحيث أنه السياق العام يقول بأن جو بايدن مستعد للعودة إلى اتفاق نووي لسنة 2015، وإيران تشترط أنه قبل بدء أي مفاوضات مع أمريكا يجب أن يعود الاتفاق إلى التفعيل، ويجب أن تخفض العقوبات وما إلى ذلك. مضمون ما قاله السفير الإسرائيلي بأن إيران تستدرج بايدن بهذه الطريقة، بحيث أنه إذا تم قبول شروطها بالعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات وبعد ذلك تبدأ المفاوضات حول العملية السياسية في المنطقة والأمنية في المستقبل، فإن إيران ستستفيد من هذا الذي سمي فخ بأنها ستواصل عملها في الجانب النووي. وأشار بأنه يجب على بايدن أن لا يقع في هذا الفخ، لأن الظروف الإقليمية هي ليست ظروف سنة 2015، بحيث أنه يقول المستجد ما هو؟ هو وجود علاقات واضحة ومباشرة يتحدثون عن التطبيع بين الكيان والدول في الخليج، وبالتالي أن المشهد الإقليمي تغير، فعلى بايدن أن يتفطن إلى أن إيران تستدرجه إلى فخ ليس في مصلحة لا أمريكا ولا الكيان في المنطقة. كان هذا العنوان هو الأخير معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. الصحفي محمد بشوش على حضورك معنا في الاستديو، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في جولة الصحافة لهذا اليوم. هذه أطيب المنى، في أمان الله.